ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها؟ ولكن هذا الرجل مع محرم له، مثلا أن تسافر امرأة مع ابن خالتها ومعه أخته مسافة 300 كيلومتر. لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فسأله رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. نعم.